عليكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. بداية واصل الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس ولليوم السادس على التوالي زيارته للناحية العسكرية الثانية بتفقد وحدات قطاع وهران وزيارة المؤسسة الوزارية للاحتياط العام للذخيرة. فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية استمع السيد الفريق إلى عرض شامل حول هذه المؤسسة الكبرى ومهامها الرئيسة قدمه قائدها ليصدي بعد ذلك جملة من التوصيات وتوجيهات تتعلق جميعها بضرورة مواصلة بذل الجهود المثابرة في سبيل الحفاظ على الجاهزية العملية للأفراد والوحدات في مستوياتها العليا. الفريق أحمد جايد صالح تفقد بعدها وعاين عن كثب مختلف المرافق بما في ذلك مخازن ومستودعات الذخيرة، حيث أوصى بضرورة احترام الإجراءات الأمنية الصارمة والدقيقة والشروط القانونية لتخزين وحفظ الذخيرة. هذا وكان الفريق أحمد جايد صالح أكد أمس أمام شبلات المدرسة وأشبالها ضرورة ترسيخ المعاني النوفمبرية وقيمها النبيلة في ذاكرة الأجيال الصاعدة يستمد منها زادا معنويا داثقا يعينهم على مواجهة كافة التحديات والصعوبات ومواصلة درب البناء بكل أمل وطموح. إنكم تعلمون جميعا مدى الحرص الذي ظل يحدون من أجل إحداث مدارس شبال الأمة العشرة عبر كافة ربوع الوطن، وقد تم تحقيق ذلك في وقت قياسي وفقا لاستراتيجية متبصرة وباعية النظر تتبنتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تهدف إلى تكوين جيل نخبوي من الإطارات ومن ذوي الكفاءات العالية قادرة على تحمل المسؤوليات المستقبلية. فمن وحي هذا الطموح بذلنا كل ما في الوسع من أجل توفير لهذه المدارس كافة الوسائل المادية والبشرية والبيداغوجية بل وحتى المعنوية والتحفيزية التي سمحت جميعها للشبلات والأشبال بتلقي تكوين رقي يكفل لهم بأن يصبحوا ضباط أكفاء تغمر أنفسهم أمال كبيرة قوامها الإرادة وسلاحها الإصرار على تحقيق هذه الطموحات بكل جدارة واستحقاق، ولكن أن الإنجازات الهامة التي استفادت منها جميع مدارس أشبال الأمة ستجد لدى شبلتها وأشبالها وشتتها وإطاراتها استحسان شديدا، وستمثل لهم محفز آخر من محفزات التعليم الناجح والمثمر. فالغاية من كل ذلك هي تهيئة كافة الظروف التي توفر للشبلات والأشبال أجواء ملائمة للتفوق والتميز في الدراسة، وتفتح المجال واسعا أمام الأساتذة لمنح الشبلات والأشبال تعليما ذي مستوى راقي. ولأن المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي برمتها وكافة مستوياتها بما في ذلك مدارس أشبال الأمة قد حظيت ولا تزال تحظى لدينا كقيادة عليا بالرعاية الشديدة والاهتمام المتواصل، فإنني أكدت في أكثر من مناسبة وأعيد تذكير بذلك أمامكم اليوم إن توفير العنصر البشري الكف والمؤهل متشبع بقيم مبادئ نوفمبر الخالدة هو الهدف الأسمى الذي نسعى جاهدين تحقيقه من خلال كافة الجهود المبذولة على مستوى المنظومة التكوينية والتعليمية في الجيش الوطني الشعبي. وعليه فأنني أدعوكم مجددا إلى تخصيص كل وقتكم لنهل العلم والمعرفة
وبذل الكثير من الجهود دؤوب والمتفاني من أجل تحقيق النتائج المرغوبة في مستقبلكم بين أيديكم، وأنتم من يصنعه بفضل إرادتكم وعزمتكم وإصراركم على تبوء المراتب العليا. تحسبا لرئاسية 12 ديسمبر وبمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من قبل الراغبين في الترشح لهذا الموعد الديمقراطي الهام، حيث بلغ عددهم 117 راغبا في الترشح. هذا وقد أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم للصحافة الوطنية أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها تحسبا للرئاسيات المقبلة وطبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة وتطوير تطهير قوائم الهيئة الناخبة سيجعل التزوير من المستحيلات، مضيفا أنه من أجل إضفاء الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات سيتم مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية من خلال اعتماد تدابير جديدة. تتواصل بولاية طمن راست عملية مراجعة القوائم الانتخابية، حيث تشهد مكاتب التسجيل ببلدية الولاية إقبالا للمواطنين قبل موعد الرئاسيات القادمة. محمد أمين بوتومي. تتواصل ببلدية مراس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حيث يتم استقبال المواطنين لتسجيلهم أو شطبهم من القائمة الانتخابية. سجلت في القائمة الانتخابية وسجلت أخوتي ولاد عمي باش نشاركوا بقوة في الانتخابات الرئاسية. أطلب من كل الشباب الجزائري الواعي لهذه المرحلة الخطيرة والحساسة، خاصة احنا نتاع الحدود اللي على بالنا واش راهو خالق في البلاد. سمعتوا ماذا بنا كل الجزائريين ينتخبوا هذه الانتخابات باش نخرجوا من هذه المرحلة. الفوت هو الحل لهذا البلاد، ماذا بنا نفوتوا واليد في اليد باش نبنوا الجزائر. عندي 35 سنة في عمري، عمري ما خدمت ورقة تاع الفوت، عمري ما سجلتش، بصح هذه الخطرة ديسيديت باش نخدم ورقة تاع الفوت ونسجل ونقوم بالواجب الوطني. وحسيت ان البلاد تستحق الوقفة تاع الشباب تاعها. الحمد لله تجمعنا الجزائر، وإن شاء الله عندنا أمل كبير باللي الجزائر هذه المرة إن شاء الله تتحسن. الفتوى أنا هولا أنا تكنتغرى اتمل الدولة تطفي ماني. بعد ذلك وفي هذه القاعة التي يجتمع بها أعضاء من اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تتم عملية المراجعة للقوائم الانتخابية. يوجد إقبال كبير من طرف المواطنين على مستوى البلدية. انطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في الموعد، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية، حيث تم تسجيل أكبر من 3000 مسجل جديد وشطب 2121 ناخب بسبب تغيير إقامة والوفاة. كما نوجه نداء إلى الناخبين الجدد اللي بلغوا سن الانتخاب 18 سنة يوم الاقتراع، نرجو منهم أن يتقدموا البلدية. لتستمر العملية إلى غاية 6 من شهر أكتوبر، وهذا تمهيدا لرئاسية 12 ديسمبر. وتزامنا والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، رصدت كاميرا التلفزيون جانبا من انطباعات المواطنين حول موعد 12 ديسمبر المقبل. أنا من الانتخابات 12 ديسمبر إن شاء الله، وماذا بينا الشعب هذا يروح يفوتي، باسكو لما فوتاش ما كاش حل. أيضا لما فوتاش ما كاش حل. الحل في الانتخابات، نتبع الدستور في الانتخابات. باسكو لما فاش ما كاش حل، ما فاش الانتخابات ما كاش حل. انا جامي فوطيت، مي هاد المره لازم نفوطيو، لازم كاع الشعب الجزائري يفوطي، باسكو هاد المره راهي المؤسسه العسكريه راهي وفرت كل الظروف الكافيه، وفرت الامن الكافي باش نفوطيو، باش كل جزائري يمد رايو، باش باسكو سي لا بروميير فوا راهي تبان باللي هذه المره الانتخابات راح تكون نزيهه، وان شاء الله كاع الشعب الجزائري يفوطي ويكون في الموعد. نتمنى الخير ونتمنى راه شي يكون مليح وصحيح. ما نتمنى حتى حاجه انا، ما الواحد راه انا ريتريتي، انا نتمنى الخير لبلادي. نتمنى الخير للبلاد وبلاد تنور ان شاء الله. هيا ونشكروا قايد صالح ونشكروا الشعب ثاني. تحيه للجزائر. نتمنى رئيس يكون صالح من الانتخابات ان شاء الله. بارك الله في الجيش، الله يحفظه ان شاء الله، هو يحمي الوطن. بصح خصنا الانتخابات لرئيس يكون صالح ان شاء الله باش ننتخبوا عليه.
هذه هي تحية الجزائر والله يجيب الخير إن شاء الله. احنا ماذا بينا يكون رئيس يخاف ربي ويكون يكون انسان زين. الجيش واقف، الجيش هو اللي واقف في البلاد، زعما الجيش زعما رانا مستعرفين به وراه واقف في البلاد، هو اللي واقف. الانتخابات قلت لك تكون جزائري باش نحوسوا على يكون واحد يكون فيه خوف الله، باش نحوسوا هذه البلاد يخدم هذه البلاد يا ربي ان شاء الله. و تنتخب انت؟ لا يكون زعما كاينه هذه الخطه تكون مليحه ان شاء الله ننتخبوا ان شاء الله يا ربي. احنا لا بد ان ننتخبوا رئيس باش يسير البلاد ويعودوا ثيقوا فيه كامل، يعود رئيس يحمي البلاد ويعد المواطنين مشاكلهم وحنا بحاجه الى بالنسبه للانتخابات هي اهم شيء لاخراج البلاد من الازمه التي تعصف بها. ولهذا على الشعب ان يستغل هذه الفرصه وينخرط بكثافة في الانتخابات. إلى كل الوطنيين الأحرار وإلى كل الشباب الجزائري على أنهم ينتخبوا، لأنه هذا واجب وطني لكل الجزائريين، ولكن يكون لهم الاختيار في الكفاءات القادرة على إنجازات والله على إنجاز كل المهام الوطنية اللي تهم البلاد وتهم العباد. لازمها تسيير، لازمها ناس حكماء، لازمها ناس عقلاء اللي يعرفوا يسيروا البلاد، والانتخابات حتمية لابد منها. كاينه حاجه واحده نطلبوا من الشعب باش ينتخب. في الانتخاب لازم المواطن يعطي الراي تاعو ويعطي الراي على يختار الرئيس المناسب، كما نقولوا الراجل المناسب في المكان المناسب باش تسقرنا البلاد ان شاء الله، ونتمنى المشاركه تكون اكثر ان شاء الله. في قطاع التكوين شعب جديدة تم استحداثها في القطاع الفلاحي، مما استوجب فتح ورشات تكوين للفلاحين في هذه التخصصات. ملك سحقي. قراءة مكونات المنتوج أو محاولة البحث عن طرق إنتاجه، ثقافة عرفت طريقها إلى المستهلك الذي بات اليوم يتساءل عما يأكل. هل الأطباق المزينة لمائدته صحية طبيعية أم أنها مليئة بالمواد الكيميائية ومسببات الأمراض الخبيثة؟ المستهلك اليوم واعي على واش ياكل في الطبسي تاعو، يحوس على غذاء صحي. هذا الغذاء الصحي ما يجيش غير من الفلاحة البيولوجية ولا الفلاحة العضوية. هناك 38 تخصص يعني متوج بشهادة في مجال الفلاحة، وكذلك هناك 8 تخصصات في مجال الصيد البحري تم إدراجها، وهناك يعني تم وضع برامج لها. يتحدث الخبراء اليوم عن عدة حلول وتخصصات تلقن للفلاحين والتقنيين للوصول إلى منتوج صحي وطبيعي، فكيف تفعل هذه الحلول ميدانيا؟ تأطير المهن الجديدة والشعب الجديدة بما يستجيب للاحتياجات الفعلية على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. ولهذا أردنا أن نقرب التكوين من المهنيين وكذلك من يعني الفاعلين في القطاع. بات تجاهل احترام المعايير الصحية في الإنتاج يحجز لك مقعدا في المستشفيات تحت عنوان الأمراض الخبيثة، فالوعي بإنتاج صحي طبيعي هو منطق مفروض لسلامتك وسلامة عائلتك أولا قبل سلامة الآخرين. إلى ولاية غردية، حيث نظمت بلدية العطف معرضا فلاحيا لمختلف المنتوجات الزراعية المحلية لتبادل الخبرات بين الشباب المستثمر. محمد شوقي بنيف. هو معرض فلاحي إعلامي للمنتجين المحليين لبلدية العطف بولاية غردية، فهذا الفضاء الاقتصادي مفتوح للعرض والتعريف بمختلف المنتوجات الفلاحية للمنطقة. كسبنا يعني خبرة لبس بها، يعني مالوريزمون يعني واش راه يعيش عندنا هنايا فونيفو تاع يعني الصحراء هنايا لو سود سي لو بواسون شا يعني سمك القط ولو تيلابيا، هذوما هما الاساس. كذلك كاين عندنا النوع الاخر هو تاع سمك الزينه. كرا عندنا ننجز التمر ما نهضروش عليها، بون التمر المحليه تاعنا رانا نزيدوا حوايج اللي راه ما كانش في الصحراء نجيبوهم نعملوهم هنا، كيما هاد لافين فين ولا هاد الاعشاب هادي تاع الدواء رانا نسيو ندخلوا فيهم ثاني. جمعيه نحاله رانا نقدموا في المنتوجات تاعنا بما فيه العسل السدر وعسل اللبين وعسل الازهار، وكاين حبوب لقاح، كاين حبوب لقاح تاع النخل تاع الزيتون
وكاين بروبوليس. عرض المنتجات الاقتصادية المحلية وتبادل الخبرات بين الفلاحين وتقديم نماذج ميدانية ناجحة خاصة للشباب المستثمر من بين أهداف هذا المعرض. المعرض باش نشجع الفلاحين يعني الولوج للميدان الفلاحة، كيجوا هنا الفلاحين يشوفوا يعني مختلف الفروع هنا، يعني يشوفوا منتجين من المنطقة لحقوا يديروا إنتاج يعني مشرف كان على المستوى الوطني، راه يوصل الانتاج على المستوى الوطني، كيشوفوا هاد المنتجين هادو يديروا كوراج ثاني يدخلوا في الميدان الفلاحه ان شاء الله. ليبقى الهدف الرئيس هو تشجيع المستثمرين الشباب لانشاء مؤسسات اقتصاديه واستغلال كل الامكانات لتحقيق اقتصاد مستدام لولايه غردايه والولايات المجاوره لها. وبهدف حماية الغطاء النباتي وتكثيفه أعدت محافظة الغابات لولاية الأغواط برنامجا لغرس أزيد من 600 ألف شجرة سهيل بن دانية. تبلغ القدرة الإنتاجية لمشتلة النباتات لمحافظة الغابات بالأغواط قرابة المليون شجرة، ويختار أعوانها أصنافا خاصة من الأشجار في عملية الإكثار لاستغلالها في حملة التشجير. من إنتاج رجال الغابات 40 ألف، هذه منها ستوزع على الفلاحين كما الكازيارينا كما لاكاسيا، وكاين عندنا هذه الشجرة المباركة لاربروتوكتون دو لا ريجيون هي البطمة اللي نحن نسعى باش نرجعوا لها الاعتبار. وتجسيدا لبرنامج شجرة لكل مواطن، أطلقت محافظة الغابات عملية غرس واسعة على الطريق الوطني رقم 1 على مستوى بلدية سيدي مخلوف. وتم اختيار بلدية سيدي مخلوف وبالضبط المكان المسمى البويب المحاذي للطريق الوطني رقم 1 ومشروع السكة الحديدية بالضبط شمال غرب التجمع السكني الجديد 500 قطعة، وهذا لحماية المنطقة من زحف الرمال والحد من الانجراف. كما تسعى مصالح الغابات إلى إشراك الجمعيات والمواطنين وحتى أطفال المدارس. جينا نشاركوا في هذا الأخر في الغرض الأجار، لأنه عندنا دور كبير في هذا النشاط لحماية البيئة والحفاظ على الصقور. ساهموا في حملة التشجير باش نغرسوا الأشجار، و باش نغرسوا الأشجار باش كي نكبروا نتعلموا، كانت حاجة زينة وتعلمت منها ياسر. ان شاء الله من خلالها نحافظوا على البيئه. ان شاء الله نحافظوا على البيئه تاعنا وتكون نظيفه. وتتواصل عمليه التشجير طيله السنه بهدف المشاركه في الحمله الوطنيه للتشجير لتوفير الغطاء النباتي وحمايه البيئه. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنرس، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس مخبأ للأسلحة يحتوي على سلاح مضاد للطائرات من نوع ستريلا دوزام وستة صواريخ من نوع بي ان ذنتيا. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية وعين الدفلة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنرست وبرج برج مختار شخصين، وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع وأزيد من 3 أطنان من المواد الغذائية ولوحة للطاقة الشمسية وجهاز كشف عن المعادن. في سياق متصل، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عملية متفرقة بكل من تبسة سقهراس والطارف سيارتين وأزيد من 7000 لتر من الوقود موجه للتهريب، فيما تم ضبط 7811 وحدة من مختلف المشروبات وأزيد من 2000 كيلوغرام من ورق التبغ بكل من بسكرة والأغواط. بالسفارة التونسية بالجزائر أدت اليوم الجالية التونسية واجبها الانتخابي في ظروف محكمة. هذا وقد انطلقت الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج حيث تدوم 3 أيام فيما بلغ عدد القوائم المترشحة لهذه الانتخابات أزيد من 1500 قائمة تتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب. في الرياضة، وضمن منافسة بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة وبعد تأهله أمس في السباق التصفوي لل 1500 متر ودخوله في المركز الثاني، سيكون البطل توفيق مخلوف اليوم على موعد مع سباق الدور النصف النهائي.
وفي كرة القدم وضمن البطولة الوطنية الاحترافية تجرى غدا السبت مباريات الجولة السابعة من الرابطة الثانية بين المتصدر وداد تلمسان والوصيف أولمبي المدية. يوسف رزيك. بعدما خطف كرسي الريادة في الجولة الماضية، وداد تلمسان يريد التأكيد عندما يستضيف صاحب الصف السابع مولودية سعيدة، وعينه على تعميق الفارق بينه وبين الوصيف أولمبي المدية الذي يريد التدارك والعودة سريعا للريادة، لكنه سيتنقل إلى الأربعاء لمواجهة الأمل الذي يأمل في العودة إلى انطلاقته القوية المتعترة في الجولة الأخيرة. قمة الجولة ستجمع دون منازع بين سريع غليزان ودفاع تاجنانت بذكريات الرابطة الأولى للفريقين. مولودية العلمة المتقلة بمشاكلها ونتائجها السلبية ستواجه ضيفا ثقيلا انتعش في الجولات الأخيرة بعد خسارة قاسية أفادت كثيرا جمعية الخروب. في مراقبة البوديوم شبيبة سكيكدا ستتنقل إلى الغرب الجزائري لمواجهة جمعية وهران وتنتظر تعثر أصحاب المركز الأول، فيما ستكون مباراة أولمبي أرزي ومولودية بيجايا بست نقاط. أما مباراة شبيبة بيجايا اتحاد عنابة وأمل بوسعادة اتحاد الحراش فهي مباريات لأصحاب المراكز الأخيرة، والنقاط فيها ستكون ثمينة وغالية. وفيما يلي برنامج المباريات المتلفزة عن الجولة السابعة، مولودية وهران اتحاد الجزائر تأتيكم غدا في 6:45 مباشرة على الجزائرية الثالثة، فيما تجرى مباراة أهل البرج شبيبة الثورة يوم الأحد في 5 مساء مباشرة على قناة الجغي. أما مباراة نادي بارادو شباب الوزداد تتابعونها في 7:45 مباشرة على القناة الرابعة. وعلى هامش أشغال الجمعية الثالثة لآلية أفريبول بالجزائر، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني أمس دورة رياضية تعزيزا لروابط الصداقة. المباراة الأولى جمعت بين المديرية العامة للأمن الوطني وآلية الشرطة الإفريقية، والمباراة الثانية جمعت بين أكابر فريق الأمن الوطني وفريق شرطة باماكو من مالي، وعاد الفوز في المباراتين للجزائر. اختتم أمس بسعيدة مهرجان الأدب وسينما المرأة، والذي شهد مشاركة أزيد من 40 فنانا وكاتبا وعرض أكثر من 10 أفلام سينمائية. سفيان مقنين. اختتمت بولاية سعيدة فعالية مهرجان أدب وسينما المرأة الذي استمر ل4 أيام، تميزت بتنظيم ندوات وورشات تكوين سينمائية إضافة إلى عرض أفلام جديدة لقيت استحسان جمهور المدينة. بالسينما نوصلوا لي ميساج، نديروا السياحه، نعرفوا بالمناطق تاعنا، باسكو سعيده الي ريش. افلام سينمائيه اللي فاتت كانت رائعه بزاف، شفنا افلام رائعه لمخرجين جزائريين، والله فيستيفال كان هايل. صافي لونطون في سعيده ما داروش ان ايفينمون كوم سوسي، دونك سا نوزا في دو بيان. هذه التظاهرة الثقافية في طبعتها الثالثة عرفت حضور أسماء أدبية نسوية معروفة ومخرجين سينمائيين ذو سمعة دولية، كما شهدت تتويج الفيلم الطويل اعتراف كأحسن عمل سينمائي من اختيار الجمهور. الشكر خاص لجمهور سعيدة على الجائزة، لأنه جائزة الجمهور، وإن شاء الله تكون في كل مدينة في الجزائر مهرجان. ما هو جميل أيضا هو هذا التواصل بين الأجيال المختلفة من مخرجين سينمائيين وأدباء وفنانين. خرجنا بتوصيات خلاف الختام، وهي أن تكون في المستقبل مهرجان تنافسي وكذلك مهرجان لملا مغاربي أو عربي إن شاء الله بحول الله. يذكر أن قاعة سينما دنيا زاد التي احتضنت عروض المهرجان ستستمر في عرض أفلام وطنية ودولية على مدار السنة، بعد أن أسند تسييرها إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام. نهاية النشرة، شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، إلى اللقاء وجمعة مباركة.